واقف هنا من مو معزمه. شوندو ده زي راس تيدي كان شوف هذا كويس. انا قلت بدات انا في لا ما في سمسم دبي، اساس انا ودي بلاد انا في سعودي كان. ويبقى شوف كيف هذا ويبقى تعال سعودي عربي. انا قال لا ما يبقى كويس هناك. ها انا قال لا ما يبقى هنا، كلم يجي هنا دق دق بعدين مشكله. والله انا ما في بولوس ما في اي شيء، شغل زياده. اول هنا في فايده صح، الحين ما في فايده. الحين ما في فايده، في كاتي شغل دهين ما في فلوس. رسوم ورسوم اقامه زياده صح. اول حتى كانت عليك دهين ستة شهر بعدين سوي اقامه. اول ما في ما في كده اول في عهد شهر بعدين عهد سنه بعدين ها دهين 3 شهر 6 شهر. تبيع الفيز. شوف هذا الحيوان. اول ما كان اول كان اشرب دخان ابو 28 كل يمسك ما كان شعره بالحين. الحين تغير. الحين دهين كله زياده. الحين له الدخان ابو الله بس ها ابو بس ها والله. لما قحق القيمه المضاعفه هذه. الله يتعب تقرب الدنيا. حتى صارت الفلوس ما هي فريق. والله ما تبقى الراتب ينزل من هنا على طول اليوم الثاني كذا. شفت انا ثاني يوم مع اللوش، مو ثاني يوم الظهر مع اللوش. ابغى نستقر بسكن خلاص يقولوا هنا مدى الحياه. شوف اللي شغله جنبي ابو بقاله ولا شيء. ضروري ضروري الوقت الفاضي اللي انت فيه. المشكلة الحين تبدا بتشوف هنا وهنا بتقري لما تعصب اقول لك نقول. لا لا هذا ان شاء الله السكن ذا خلاص هم اعتبروا بصراحة، هذا حسب الكلام اللي سمعته من اليوم بدري. خلاص اعتمدوا؟ ما اعتمدوا لا لسه، بس انه يبغون يعني ما ياخذوه ويتخسروا هو مو جاهز. اول شيء يطلع له يطلع رخصة البلدية، اذا طلعت له رخصة بلدية ذيك الساعة يقدروا خلاص يستقروا يعني. متى ملي متى؟ انا شوف الحين كلموا صاحب العماره قالوا له شيء طلع لنا رخصه بلديه عليها وامشي على طول موقع معاه. والله فيها 750000 في السنه. في السنه مع المحلات يعني انت تقدر تاجر المحلات. تقدر تاجر كم محل؟ والله ما شفته بس قال في محلات تحت على الشارع. اذا كم سوق يقدر ياجر المحل ب 100 50 بالنص ومشي. الان شف لك شوف هذا كيف يسوي يستفزك. هذه تلفت عملية السيارة والله انت زرع والله زرع. اخرب قدامه بطبق بريك واخليه يصدمه ويصلي. شيء ورجع استفزه.
وزر شوية هو بيزور وأنا بضرب له بعيرة طبق فجأة قال لا ضربت له هذا شكله كيس دقيق شوف له حرام ما يقول تضيع يقول تجيني فلوس والله مبالغ اروح اضيعها.